يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل معاكم بقى اكله اقتصاديه سهله جدا لو بتعملي رجيم مدود خالص، وعايزه اقول لكم بقى الطعم خطير. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. نحط هنا بقى ايه عليها كده، بسم الله. هنحط هنا البصلايه يا حبايبي الاول، طبعا بالنسبه اللي انتي بتحطيها، انا عشان ايه يعني هقول بحاول اخفف من الاكل بس شويه عشان انا طالعه من العيد زايده، فاحنا بنقول الوجبه دي للناس اللي هي بتعمل دايت طبعا حلوه جدا. يعني انا هنا ما حطيتش اي زيوت خالص. نقلبها كده، طبعا يا حبايبي الطماطم لما نحطها هتدبل وهتستوي مع بعضها. فيها كده لحد ما تدبل معانا. طبعا زي ما قلت لكم انا مش حاطه فيها اي زيوت خالص، وطبعا دي حسب الرغبه. لو انت بقى حطيت لها كده ايه شويه زيت او حته سمنه حسب ما انت عايزه يعني، بس زي ما قلت لكم انا هنا مش ايه مش طالبه معايا ان انا احط سمنه خالص عشان انا طالعه من بعد الكحك والكلام ده، انا زدت جدا. يعني لو عايزه تحافظي على الريجيم بتاعك ايه، اعمليها بالطريقه دي وهتبقى حلوه جدا على فكره. طبعا عشان تدبل معانا بقى هنا يا حبايبي هنحط بقى ايه، هنحط هنا بقى الطماطم مع الفلفل. عايزه اقول لكم طبعا هي كده كده الطماطم ما تخليها تستوي اهي، هنسيبها بقى مع بعضها كده تستوي على النار لحد ما تدبل معانا. هنا حبايبي بقى لما تدبل معانا هنعمل البيض. هنا بقى يا حبايبي جبت البيض، طبعا هي دلوقتي محطوطة على النار، بسم الله. حبيب بقى البيض هنحط له طبعا الملح بتاعه، بعد كده بقى نحط الفلفل الاسود. عايزه اقول لكم الاكله دي بتبقى حلوه جدا، وطبعا لو انت عاملاها كمان بسمنه فلاحي بتبقى احلى واحلى، بس انا الصراحه ايه مش حطلها اي زيوت خالص. هنقلبها كويس كده، كده قلبنا البيض يا حبايبي. بعد كده بقى رجعنا هنا نقلب هنا تاني الطماطم. شايفين انا ما حطيتش اي زيوت ولا سمنه ولا حاجه، وبرغم كده ايه هنسيبها كده ايه تدبل مع نفسها. عايزه اقول لكم دي اكله اقتصاديه جدا وسهله جدا، وطبعا مش مكلفه. لو انت بتعملي رجيم وعايزه حاجه سهله كده ومن غير زيوت، هتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تدبل ايه شويه. بعد كده يا حبايبي بقى نحط البيض اللي احنا ايه ضربناه كده، حطيناه الفلفل الاسود والملح كل التوابل بتاعته اهي. فكرة الأكلة دي لو عندك بيضة واحدة بتنفع، كمان عندك بيضة عندك بيضتين بتبقى حلوة جدا.
يعني انا ساعات كتير بعملها كبير. بصوا يا حبيبي هنا بقى هغطيها، هغطيها بقى ايه واسيبها تستوي. بصوا يا حبيبي بقى بعد ما غطيتها وشلتها، شايفين بسم الله ما شاء الله، كانها بزايه كانها عجه، وتاكلي بسم الله ما شاء الله. عايزه تاكليها بقى بالرغيف بلدي، عايزه تاكليها بالمعلقه، مش عايزه اقول لكم بجد ريحتها ما شاء الله، وسهله جدا ومش مكلفه. وده يا حبايبي شكل البيض بعد ما عملته، الاكله البسيطه دي. يلا بقى نفرخها كده، عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، يعني انا بالنسبه لي انا باكلها بالمعلقه. بصوا اهي، عايزه بقى تحطيها كده في طبق. حبايبي لو انت حاطه فيها سمنه مش هتبقى بالشكل ده، كانت هتبقى ايه ماسكه نفسها. بالنسبه ليا طبعا انا مش حاطه لها اي سمنه خالص، وحلوه جدا. ده الشكل النهائي يا حبايبي، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الاكله البسيطه دي؟ طبعا ده للناس اللي هي بتعمل ريجيم، وحاجه مش مكلفه وحاجه سهله جدا. شوفوا انا جبت الاثنين عملت قد ايه. ايه رايكم بقى في الاكله بتاعتنا النهارده يا حبايبي؟ وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا.